حبيكم مشاهدينا، عودة اتواصل معكم ونرحب ايضا بضيف ينضم لنا داخل الاستوديو، الباشمهندس خالد ابراهيم، متحدثا عن التيار الشعبي بولايه الجزيره، هذا التيار الذي قام او تقدم بترشيح السيد ابراهيم الامين واليا للجزيره. باشمهندس مرحب بك، صباح الخير، حبابك في قناه الشروق. مرحب بكم، والشكر كثير لقناه الشروق لاتاحتنا هذه الفرصه للتيار الشعبي لكي يوضح للمشاهدين دواعي ترشيح دكتور ابراهيم الامين. نعم، واليا للجزيره. مرحبا بك. عندما نقول التيار الشعبي ماذا نعني؟ عندما نقول التيار الشعبي لاجماع اهل الجزيره نعني مكونات مثل منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومه والطرق الصوفيه ورجالات الاداره الاهليه، ونعني المراه في ولاية الجزيرة، ونعني الشباب والطلاب ومكونات المجتمع في ولاية الجزيرة. نعم. اللي عندها تطلعات وإرادة تطلب إنه للأجسام المنضوية الآن تحت التيار الشعبي. دي هي الأجسام المنضوية الآن تحت التيار الشعبي، واللي راح تعبر عن نفسها غدا في المناقل في حشد جماهيري كبير جدا، وراح كل الكيانات دي تكون موجودة فيه، وراح يكون منقول على الهواء إن شاء الله. نعم. طيب باشمهندس، يعني احنا كلنا تابعنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاخبار في الفتره السابقه المشكله اللي كان حصلت ما بين لجان المقاومه وبين والي الجزيره. يعني تصوركم لهذه المشكله وتصوركم ايضا لوضع الولايه من ناحيه الخدمات في الفتره السابقه. حقيقه اداء الاخ والي الجزيره كان اداء ضعيف جدا في اداره الجزيره، وانا ما بلوم الحقيقه لانه هذا ما مجاله اداره الولايه وكذا. الولايه وجميع الولايات افترض يديروها مدنيين اكفاء عندهم قدرات ويستطيعوا يعني يسوسوا الولايات ويشوفوا متطلبات على درايه بالعمل العام. يعني بالضبط، نعم، وعندهم افق للاداره ذاته يعني. فانا ما بلوم الوالي، لكن الوالي الحقيقه يعني اداؤه كان ضعيف جدا وانعكس على المحليات كلها في الولايه، واصبح انه ما في مظاهر لتقديم الخدمات او مظاهر لهيبه السلطه في الولايه او كده، مما خلى شبابنا في لجان المقاومه يعني يقوموا بهبه منادين بتعيين والي مدني. مع انه الجزيره في الاونه الاخيره بدات تشهد يعني عوده من جديد للروح وبعض التنميه في بعض المحليات، وكان الجميع يعني ينشد بهذا التغيير اللي حدث في السودان انه تعود الجزيره الى سيرتها الاولى ويعود المشروع. الان اخترتم وتوافقتم وتوافق التيار الشعبي على ابراهيم الامين، ما وراء هذا التوافق؟ الحقيقه جماهير ولايه الجزيره لما شافت انه في فراغ سياسي كبير جدا، نعم، وفي فقر في الكوادر، نعم، المدنيه اللي ممكن تدير الولايه، وشافت انه الترشيحات للولاء بتتم دائما عن ناس ضعيفين القدرات، وبتسمع هي بتسمع الجماهير كلها بتسمع والقطاعات المجتمع كلها في الجزيره بتسمع انه الجهه الفلانيه رشحت فلان الفلاني، وفلان الفلاني هذا معروف لاهل الجزيره، نعم، وقدراته معروفه وامكانياته معروفه وكذا. فالمساله دي خلقت يعني عدم اطمئنان لدى قطاعات الشعب في ولايه الجزيره، لذلك بحثوا منذ على مدى شهرين صاروا يبحثون عن انه ما هي اين كفاءات الجزيره. فوجدوا انه هناك شخص من ابناء الجزيره له قدرات واسعه وافق واسع والمام وعلم بقضايا المجتمعيه والسياسيه والاقتصادية في ولاية الجزيرة. نتكلم مباشرة عنه دكتور إبراهيم الأمين. أنا بتكلم عن دكتور إبراهيم الدوافع اللي ترشيحه. دي الدوافع اللي لترشيحه يعني إنه نتكلم عن مقدراته وكفاءاته، برضه نتكلم عن إذا كان شغل مناصب أو إذا كان عنده دور في الخدمة المجتمعية سواء في منظمات مجتمع مدني أو مؤسسات مدنية أو غيره. يعني دكتور إبراهيم الأمين سيرته مبذولة لكل الشعب السوداني، ويعرف كل الشعب السوداني شخص قامة كبيرة جدا بقامة وطن، والأداء بتاعه واضح سواء كان في حزبه حزب الأمة أو سواء كان أداه في العمل العام طيلة العقود الماضية. كان رجل وفاقي، كان رجل يعني يسع الجميع ويستمع للجميع، ورجل متحرر من النزعة الحزبية أو الطائفية، ورجل يعني عنده مقدرات عالية جدا مكتوبة في شكل كتب ومبذولة في شكل يعني دراسات ومقالات صحفية ولقاءات إذاعية وتلفزيونية، معروف تماما لكل شعب السودان.
وهو رجل يستطيع يدير بلد يعني، ونحن نشكره كثير جدا انه يعني وافق قبل الترشيح ويقبل ترشيح اهله في الجزيره حتى انه يساعد الناس لعبور المرحله الانتقاليه دي او الفتره الانتقاليه لبر الامان، ويعني يساهم في التنميه. وله برنامج لهذه الفتره الانتقاليه، برنامج يعني لو كان في متسع من الوقت كان ممكن الناس تتحدث عن برامجه في هيكلة إدارة الولاية أو عن التنمية أو موارد الولاية. ممكن نقول سريعا يعني في أبرز في أقل من دقيقة، أبرز الإشكالات الآن الموجودة، الإشكالات الموجودة في الجزيرة وفكرة لحلها. الإشكاليات الموجودة في الجزيرة كثيرة جدا. طبعا الجزيرة بلد تعرض لشيء كبير من التهميش وتدمير البنيات في لعقود من الزمان. نعم. ولذلك يعني تحتاج لشخص يعرف يضم النسيج الاجتماعي بتاعه، وفي نفس الوقت يعرف كيف يخطط للتنمية ومن وين يبدأ وإلى أين ينتهي. دي المقدرات دي هو الدكتور إبراهيم اللمين مطلع بها، مطلع بها تماما. ونحن جلسنا معه يعني مرات عدة، وخبرة جبنا الخبرة في من أبناء الجزيرة في الإدارة وفي الاقتصاد. نعم. وفي غيره، وعملوا ورش عمل مع الدكتور اللمين وخرجوا برؤى يعني اللي هي شكلت برنامجه. نحن اسفين. نعم. يعني بنلاحقك سريع بس لانه يعني نهايه ساعتنا الاولى يعني انتهت هي فعليا، لكن سريعا نقول بكره عندكم شنو في المناقل؟ غدا في المناقل ان شاء الله عندنا حشد جماهيري كبير جدا، هو داعم لترشيح دكتور ابراهيم اللمين. هذا الحشد منقول وهذا الحشد مشهود جدا، حديه قطاعات كثيره جدا من قطاعات الولايه، الالاف حيتوافدوا ويدافعوا لمدينه المناقل في ميدان المولد، وبيبدأ الساعة 9 إن شاء الله. فعاليات هذا الحشد تبدأ الساعة 9، وإن شاء الله حيكون حشد كبير جدا حتشوفه كل السودان. نعم. وحيصل رسالته، حتصل لجميع متخذي القرار والناس اللي كونسيرنينج يعني بالموضوع. نعم. بتاع الترشيحات والمسائل دي. نعم، وبنتمنى لكم دائما بالتوفيق لما فيه خدمة لولاية الجزيرة على التيار الشعبي. المهندس خالد إبراهيم، شكرا لك. شكرا، بارك الله فيكم. كتر خير.